نحتفل بجريدة النهار بتسعين سنة. تسعين سنة هني تقريبا قرن من الزمن. هذه جريدة عمليا عمرها من عمر الكيان اللبناني 1933، يعني بعد أقل من 10 سنوات على ولادة الكيان اللبناني الرسمي الجمهورية اللبنانية. طبعا النهار ليست حالة عادية في لبنان، ليست مؤسسة، ليست جريدة بمعنى الجرائد الأخرى. نحن ما منقلل من قيمة الصحافة اللبنانية ولا الصحافة الأخرى، لكن النهار إلى ميزة أخرى. النهار مرتبطة بالكيان اللبناني، بفكرة لبنان، بالثقافة اللبنانية، بالتنوع. نهار جبران أندراوس تويني، نهار غسان جبران تويني، نهار جبران غسان تويني، ونهار نيلة جبران تويني، وطبعا أخواتها. ما في شك أنها هي منتمية إلى فكرة لبنان، منتمية إلى هذا التنوع، إلى الحريات، إلى الديمقراطية. هي واجهت تحديات كبيرة جدا جدا جدا، اغتيالات، تفجيرات، تضييق على الصعيد السياسي، تضييق مادي. كل الحروب خيضت ضد النهار على مدى الأعوام، لعبت دورا أساسيا في الجمهورية الأولى، ولعبت دورا أساسيا ومركزيا في الجمهورية الثانية، وكان لها شرف أن تلعب دورا أساسيا ومركزيا في تحرير لبنان من الوصاية الاحتلالية السورية، وفي مواصلة النضال، نضال الذي بدأه الشهداء هذه الصحيفة. نهار طبعا تعيش مثل جميع اللبنانيين في ظل هذا الزمن الرديء، لكنها تقاوم، تحارب، تناضل. أفرادها مناضلون وليسوا صحفيين عاديين، ليسوا هنا للكسب التجاري ولا للكسب المالي ولا لتحقيق مآرب خاصة، إنهم هنا برسالة. النهار رسالة. النهار ربما هي أقرب حالة في لبنان إلى ما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني بأنه لبنان هو رسالة. النهار هي رسالة، رسالة لبنان الرسالة. بدي أختم بكلمة واحدة كان ينقال خلال الحرب، خلال الحرب اللي دامت يعني حوالي 17 سنة بلبنان، كان ينقال في ثلاثة إذا غابوا من البلد بينتهي لبنان: في النهار، في الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي الليرة اللبنانية. الليرة اللبنانية ما بعرف أمتى بترجع، الجامعة الأمريكية تناضد، هي وبقية الصروح USG، وأيضا بقية الجامعات المحترمة في لبنان. والنهار تبقى وهي باقية، وهي واقفة شامخة لبنانيا وعربيا، وللبحث صلة.